هذا المشروع عبارة عن تسخير التكنولوجيا لحل مشكلة محلية بتتلخص في أنه كمية حصة فلسطين من الطاقة الكهربائية محدودة بالمقابل كمية الاستهلاك مرتفعة جدا، مما يؤدي إلى ضعف التيار الكهربائي أو انقطاعه عن بعض المناطق. لحل هذه المشكلة تم اللجوء لتكنولوجيا ذكية لتصميم وتطوير جهاز قادر على تنظيم الاستهلاك الكهرباء في القطاع السكني. في هذا المشروع تم تصميم متحكم ذكي بتكون من قسمين، القسم الأول فيه بيتم قياس التيار الكهربائي باستعمال مجس واحد بالاعتماد على قيمة التيار الكهربائي وشكله باستعمال إحدى خوارزميات الذكاء الاصطناعي بيتم تحديد الأجهزة الشغل. القسم الثاني فيه المتحكم بيحتوي بداخله على قواعد منطقية بناء عليها بيتم تشغيل أو تأجيل عمل الأجهزة لوقت آخر. أهم ما يميز الجهاز القدرة على التوسعة، بمعنى يمكن إضافة أو إزالة أي جهاز بسهولة ليلائم جميع المنازل. كانت النتائج مرضية، كانت نسبة القرارات السليمة من الشبكة العصبية الصناعية أكثر من 90%، بالنسبة للمتحكم لم يتشكل أي بيك في التيار خلال فترة القراءات. شكرا.